أيها الإخوة الكرام، معركتنا مع الطرف الآخر معركة نكون أو لا نكون، نكون أو لا نكون. فيجب أن نحمل هم هذه الأمة، يجب أن ننتمي إليها، يجب أن ننتمي إلى المجموع. الآن معركة علم، الحرب كانت بين ساعدين، ثم بين سلاحين أبيضين، ثم بين بندقيتين، ثم بين مدفعين، ثم بين مدرعتين. الآن الحرب بين عقلين فقط، فلا بد من أن نتحرك، والله عز وجل معنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يكفي أمان الخشوع، فالله يفرح بالرجوع. ضاقت صدري.